فراح يكون معنا في الاستديو الآن الدكتور أنس نايف الإبراهيم، أخصائي وأستاذ مساعد في قسم التركيبات السنية في كلية طب الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا، لنتحدث عن التركيبات السنية من زراعة وتلبيس الأسنان وغيرها، وأيضا عن الاختصاصات تتعلق في طب الأسنان. صباح الخير. صباح الخير، وشكرا لأسرة يوم جديد على الاستضافة، وشكرا للتلفزيون الأردني. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور خلينا نتحدث بداية عن أهمية نوع الاختصاص لما نروح عند دكتور. يعني أنت بدك تروح دكتور أسنان، هلا هو دكتور بسحب عصب، تلبيسات سنية، تقويم، إحنا رايحين على دكتور أسنان، فهذا الإشي قديش بيأثر حتى نتلقى أيضا الخدمة المناسبة لأسناننا؟ فعلا الموضوع هذا كثير مهم. بجوز زي ما حكينا كافي الناس عندها يعني وعي وثقافة كافية في الاختصاصات المتعددة في الطب البشري، فممكن المريض يعني لما بده يروح مثلا عشان عيونه بيعرف انه لازم يروح اخصائي عيون او مثلا عظام او باطني الى اخره من الاختصاصات المتعددة في الطب البشري. هذا الوعي والثقافة كافية وموجودة في اختصاصات الطب البشري، لكن في طب الأسنان بعده الوعي يعني مش كافي للأسف، مع انه اختصاصات طب الأسنان موجودة من زمان يعني في الأردن، والأردن فيها عدد كبير من الأخصائيين في يعني مختلف الاختصاصات طب الأسنان مختلفة، مثل التقويم، الجراحة، التركيبات، العصب. هلأ إحنا دائما بنحكي إنه طبيب الأسنان العام مؤهل وعنده الخبرة الكافية إنه يقدم أغلب أنواع العلاجات السنية، لكن في حالات بتكون متقدمة وصعبة تتطلب أحيانا إن نراجع أخصائي. ففعلا المفروض في بعض الحالات المتقدمة والصعبة إنه يكون في مراجعة لأخصائي، ويكون عندنا وعي إنه متى أنا بحاجة للعلاج من قبل أخصائي. نعم. وهون كيف بتم تحديد مدى الحاجة؟ يعني ما هي العلاجات اللي بتحتاج فعلا أخصائي، وما هي الشغلات ممكن تعملها عند دكتور؟ كل شيء خلينا نبلش فيه، في مشاكل بسيطة وسهلة وفي مشاكل أصعب. مثلا خلينا نأخذ مثال التركيبات. طبيب الأسنان العام مثلا مؤهل إنه يعمل طبعا اختصاص تركيبات، يعنى بشكل رئيسي في التركيبات السنية مثل التلبيسات، الجسور، تركيبات الزراعة، الأطقم الجزئية والكاملة. مثلا خلينا نحكي عن التلبيسة أو جسر. خلينا نحكي إذا المريض مشكلته سهلة لتلبيسه أو جسر وإطباقه واضح، بيكون طبيب الأسنان العام أكيد مؤهل وكفؤ أنه يقوم بالمهمة. أحيانا في مرضى بيكون إطباقهم بحاجة إلى إعادة تأهيل، أو بيكون أغلب أسنانهم فيها مشاكل، بيكون بحاجة لرفع العضة، لتأهيل الإطباق من جديد. بهاي الحالة نحتاج مثلا لأخصائي تركيبات. خلينا نحكي مثلا على العصب، ممكن للأسنان الأمامية أو الأسنان اللي خلينا نحكي تضاريس جذور فيها واضحة، ممكن يكون الأخصائي أو طبيب الأسنان العام مؤهل للقيام بالعلاج. لكن في حالة إعادة صحب العصب مثلا لطحونة انعمل لها مرة وكان في يعني خلل في العلاج أو صار في مضاعفات، وقتها لازم يتدخل أخصائي صحب العصب مثلا للقيام بالعلاج. فبالبداية بتكون البداية دائما من طبيب الأسنان العام، في إذا استدعت الحاجة نتيجة زي ما حكيت إبراهيم مضاعفات، أو إذا كان في صعوبة في الحالة زي مثلا لما نحكي بالتركيبات في صعوبة في الإطباق، في حاجة لرفع العضة، في شغلات متقدمة، في هاي الحالة نستدعي يعني الأخصائي، أو بيكون الأفضل يكون العلاج من قبل أخصائي. نعم. خلينا نحكي عن الأسنان المفقودة. يعني شوف الناس بيفقدوا أسنانهم بسبب حادث، وقع من هو صغير وإلى آخره. كيف الأسس بتركب عليها هذه الزرعات السنية؟ في ناس بحكي لك أنا بخاف أزرع، خلاص بنحط تلبيسة. تحكي لنا عن هذا الموضوع. هلا بداية الأسنان المفقودة تمام، علاجها لتعويض الأسنان المفقودة ممكن في أكثر نوع من العلاج. هلا خلينا نحكي حاليا الجولد ستاندرد الإمبلانس، زراعة الأسنان تمام. زراعة الأسنان خيار جدا ممتاز تمام، بتميز أو بتتميز زراعة الأسنان كعلاج إنه ما بتتطلب تحضير الأسنان المجاورة. مثلا إحنا إذا صار عندنا سن واحد مفقود خيارنا زراعة أو إن نعمل جسر. هلأ إذا بدنا نعمل جسر بتطلب هذا الإشي إن نحضر الأسنان المجاورة، وهذا ممكن يضاعفها تمام. لكن في زراعة الأسنان أنت بس بتعوض مكان السن المفقود، وبالتالي بتكون الزراعة خيار جدا جيد. هلأ لما نحكي عن لما تكثر الأسنان المفقودة، هون بصير الخيار ما بين جزئيات أو أطقم لما يكون في عندنا فقد كامل الأسنان، أو إننا نعمل الزراعة. في كمان خيار لسه وسط، لأنه غالبا بصراحة حاليا مع تقدم علم الزراعة اللي بمنع المريض من الزراعة هو الاعتبار المادي تمام، لأنه أوكي في موانع للزراعة لكن الزراعة تعتبر خيار مكلف. ففي مثلا الأطقم، هلا بدل ما أعمل مثلا جسر كامل على عدد كبير من الزراعات 6-8 زراعات، في أطقم متحركة مثلا ممكن ثبتها على زرعتين تمام. بهيك المريض بأخذ خيار وسط أو حل وسط،
بتزيد ثبات الطقم، بنفس الوقت ما بدفع الكلفة اللي بيحتاجها لزراعة 6 أو 8 زراعات عشان يعمل جسر كامل ثابت. فهنا بيكون الخيار ما بين يعني حسب متوسط. المادة حسب الوضع الطبي. في موانع أحيانا للزراعة، موانع طبية، خلينا نحكي مثلا سكري لما ما يكون منتظم، المرضى اللي بياخذوا أدوية مثبطة لجهاز المناعة، اللي بياخذوا إشعاعات كبيرة نتيجة مثلا علاج أورام معينة، ففي موانع لعملية الزراعة، هشاشة العظام كمان مثلا من الأشياء. لكن مع التقدم في علم الزراعة بصراحة بجوز الاعتبار المادي هلا ممكن يكون أكبر معنا. نعم صحيح دكتور. دكتور نتحدث عن تلبيس الأسنان ومتى بلزمنا يعني شخص أنه يلبس أسنان. شكرا كثير لطرح هاي النقطة، لأنه أنا دائما بشرح للمرضى. المرضى دائما بفكروا أنه أي سن فيه حشوة أو أي سن انسحب عصبه صار لازم التلبيس. هلا ما في منطقيا أحسن إشي لحماية السن هو السن نفسه. أنت بالمنطق ما بتبرد السن كامل وبتضعفه عشان تحميه. ففي مرضى كثير بيفكروا انه انا لما البس سني بحميه، لا هو مش هيك النقطه. النقطه السن بيستدعي التلبيس فقط اذا كان فيه حشوه كبيره ومسحوب عصبه وبالتالي صار كثير فيه ضعف، تمام، ممكن بهاي الحاله ان نلبسه. طيب. لكن مش كل سن مسحوب عصبه او فيه حشوه هو بيستدعي التلبيس. يلا لبس. طب دكتور بدي اسالك انا هلا سؤال. هلا نحن بنشوف في عندنا الفينيرز او القشور الخزفيه او التبييض. هلا كثير ناس وانا منهم خايفه مثلا ابيض اسناني، بحكي خلص اسناني مناح ما بدي لانه ممكن ياثر على تركيبه السن. في ناس بيحكي لك لا خلص خلينا نعملهم فينير وممكن اقل مثلا الم وبحافظ على السن. ما بين التبييض والفينير والقشور وين احنا؟ صح، هاي النقطه محيره الكل حاليا. هلا خلينا نحكي مبدئيا، اذا السن او اذا المشكله بس في اصفرار الاسنان والصبغات تمام خفيفة، فالتبييض هو حل كافي. طبعا التبييض نسبيا شيء آمن، ممكن يصير تحسس تمام، لكن مع في جل خاص وفي يعني هاي عشان تغلبوا يعني على موضوع الحساسية. هلا نحكي عن الفينيرز. الفينيرز هي زي ما بنعرف هي تركيبات على شكل قشور تمام، سماكتها قليلة أقل من 1 ملليمتر، عم نحكي عن 0.5 to 0.7 ملليمتر. هدفها بداية لما يكون في عندنا تصبغات شديدة جدا، تصبغات داخلية ما بتروح من خلال التبييض، أو لأهداف جمالية مثل تطويل الأسنان، إغلاق الفراغات بالأسنان، خلينا نحكي تغيير حجم وترتيب الأسنان لما يكون في مشكلة بجمالية الأسنان. خلينا نحكي القشور الخزفية إذا عمدت صح نسبيا آمنة تمام، لكن للأسف في كثير حالات وفي كثير يعني عم نشوف كثير مشاكل. صحيح. من في عمل الفينيرز. ليش؟ لأنه عم بنبرد السن كثير. صح. يعني وممكن هاي لازم يكون فعلا، وهنا أنا بحب أنه فعلا يكون أقل ما فيها مساعدة واستشاري، استشارة أقل ما فيها من أخصائي تمام قبل عمل الفينيرز. أحيانا ممكن تأثر على النطق يعني عند 100%. وايضا على اللعاب، على كثير من الشغلات. صح ابراهيم، الاسنان اهم شيء للنطق يعني. صح. الاسنان مع اللسان او يعني التماس او العلاقه ما بين اللسان والاسنان ومجرى الهواء خلال التنفس كله بنتج الحكي. نعم. والكلام، وبالتالي الأسنان جدا مهمة. طبعًا. أي خلل فيها ممكن يؤثر على النطق. صحيح. دكتور نتحدث عن أنواع التلبيسات بشكل عام والجسور السنية. تمام. هلأ إحنا عندنا النوع خلينا نحكي اللي كثير استخدموه لعشرات السنين هو لما يكون الهيكل المعدني وملبس ببورسلان. تمام. طبعا هلأ مع تطور السيراميك والبورسلان صارت أنواع التلبيسات اللي بتكون فقط من السيراميك اللي هو لونه فقط أبيض ما بيكون من جوا فيه هيكل معدني صارت هي الدارجة أكتر، لكن بضل عامل الكلفة فيها أعلى. يعني بضلوا خيار كثير جيد المعدن لبس بورسلان لحالات معينة. لكن لما نحكي عن تلبيسات والجسور في المنطقة الأمامية اللي هي المنطقة الجمالية من الفم، منحب دائما نستخدم اللي هو التلبيسات أو الجسور المصنوعة من السيراميك. بالنسبة للزركون أكيد كثير بتسمعوا بالزركون، بتطلب استخدام الزركون غالبا لما بدي يعني جسر يتحمل قوة عالية. فلما نحكي عن جسور لتعويض الأسنان الخلفية الطواحين، هنا بيكون خيار جسر الزركون خيار جيد. نعم. تمام ومناسب. يمكن بيعتمد على العمر.
في فيها كمان انه بيعتمد على العمر، وهو بشكل رئيسي بصراحه بيعتمد كمان على قوه العضه كمان. احيانا في مرضى ما شاء الله بيكون قوه عضهم عاليه، فبيحتاجوا مثلا لجسر الزركون مثلا عشان يتحمل قوه عاليه، او اللي هو زي ما حكينا المعدن البسبورسلان. هلا من ناحيه جماليه احنا في عندنا شيء دارج اسمه الايماكس، اللي هو الجلاس سيراميكس، تمام. بنستخدمها نفس الماده اللي بنستخدمها للقشور الخزفيه، يعني هي اللي هي السيراميك الخزفي، هاي بتعطي جماليه اكثر. فعشان هيك للتلبيسات في الاسنان، للاسنان الاماميه ولا القشور بنستخدم هاي الماده غالبا. نعم. اللي هو القشور الخزفيه او السيراميك الخزفي. نعم. دكتور خلينا نتحدث عن اليوم الطبي الخيري لرعايه كبار السن. اللي بتقيمه كليه طب الاسنان سنويا بالشراكه مع صندوق او الصندوق الاردني الهاشمي وبرعايه سمو الاميره بسمه بن طلال. بصراحه يعني دائما احنا بنحكي انه مهنه الطب الجانب الانساني اهم من اي جانب ثاني، تمام. وأنا بالنسبة لي من أجمل الإنجازات الحمد لله حققتها بحياتي اللي هو أنه فكرة اليوم الطب الخيري لرعاية كبار السن، هي بدأت الفكرة في سنة 2016 من قسم التركيبات السنية في كلية طب الأسنان جامعة علوم الديكولوجيا. حبينا هيك نعمل يوم تكريم لكبار السن، بنعرف بيستحقوا منا كل الاحترام والتقدير والوفاء على جهودهم دائما معنا. ففي اليوم الطبي لرعاية كبار السن بلشنا إحنا كداخل كلية طب الأسنان في قسم التركيبات، حبينا يكون يوم متكامل منغطي فيه العلاجات السنية، منغطي فيه أي مشاكل في الجزئيات المتحركة، سواء كانت أطقم جزئية يعني أو أطقم كاملة. أخذنا الحمد لله في شركات كثير دعمتنا، كنا منوزع مستحضرات ومنتجات طبية للعناية بصحة الفم والأسنان. طبعا تطور النشاط خلال السنة الثانية، تواصلنا مع مكتب سمو الأميرة بسمة. سمو الأميرة بسمة معروفة بحبها للعمل الخيري والنشاطات الخيرية، ما شاء الله عليها، دغري كثير حبت الفكرة وحبت أنه نكبر هالنشاط وصير يوم متكامل طبي لرعاية كبار السن. شارك معنا الصندوق الأردني الهاشمي من خلال حملة البر والإحسان بفريق طبي كامل، غطينا أغلب الاختصاصات اللي بتهم كبار السن، مثلا الباطني، عيادات السكري، الضغط، السمع، العيون، بالإضافة للفحوصات الطبية. فصار زي يوم طبي متكامل لتكريم كبار السن. نعم. بيجي يعني الحجي أو الحجي زي ما بيحكوا، ويعني كان في عدد هائل من الطلاب المتطوعين، وهنا يعني منركز على حب العمل التطوعي. صحيح. وكم إحنا في عنا بذرة طيبة في حتى في مجتمعنا وطلابنا ما بتتخيلوا. يعني السنة الماضية في اليوم الثالث بجوز من أول ساعة فتحنا باب التطوع، تطوع 500 طالب وطالبة وطبيب وطبيبة، من سواء من طلاب الكلية أو من أطباء الامتياز أو من أعضاء هيئة التدريس. ففعلا صار النشاط يكبر يوم عن يوم، والحمد لله يعني منغطي فيه أو منعالج فيه تقريبا 300 إلى 400 مريض. حلاوة هذا النشاط أنه مش بس يوم وروحنا، تمام. هو أثره بيضلوا على مدى السنة كاملة، لأنه إحنا منشوف الحالات المناسبة ومنغطي علاج كبار السن. أي مثلا مريض بحاجة لطقم أو جزئية صرنا نغطيه في كلية طب الأسنان بشكل مجاني كامل. وتحت إشراف استشاري. مش بيجي بفحص أو لا، هو الحالة المناسبة بنعطيه اللي هو كنا كوبون ويراجع المركز الصحي في كلية طب الأسنان، وكنا نغطي علاجه بشكل كامل. نعم. فكل سنة عم نغطي علاج خلينا نحكي 200 ل 300 مريض مجانا من خلال اليوم الطبي. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، شكرا. فعلا عمل وجهود مباركة. بدي أرجع شوي لموضوع القشور. أكيد، لأنه موضوع جدا موضوع التجميلي دائما يعني ما بنسمع فيه، وكل قاعدة يمكن إلا ما تسمع ناس يقول لك بدي عم بفكر أعمل هلون سمايل وفينيرز وهاي. طيب اختياري للدكتور قد ايه مهم بنجاح القشور، لانه ممكن ياثر على السن وممكن يخرب لي. الاهم يعني هلا اكيد الناحيه الجماليه كثير مهمه، تمام. هلا خليني احكي لك شغله ابراهيم. الموضوع انك تختار عشان الناحيه الجماليه، الكل بيطلع تقريبا من ناحيه جماليه اول سنه سنتين، لكن الفرق بيصير على مدى 5 و10 سنين. هل التلبيسه متعديه على اللثه؟ هل انبرد كثير من السن؟ هذا الشيء هو اللي فعلا
عشان هيك لازم نأخذ الحيطة والحذر قبل ما نأخذ هذا القرار ونختار الطبيب بعناية. تمام. هلأ إحنا بنعرف بجوز موضوع السوشيال ميديا وموضوع الإعلان وهيك وهو مش إشي غلط. تمام. لكن أنت كمريض طب الأسنان جدا دقيق. تمام. وتخصص جد فعلا دقيق جدا. فأنت حقك قبل ما أنك تراجع طبيب تتأكد من الشهادات. صحيح. من الخبرات. مثلا إحنا يعني حقك انك تسال كمريض انه مش بس انك شفت حالات مثلا على الانستغرام وفيسبوك بيفور افتر وهي حقك انك تتاكد انه طبيبك مؤهل عنده الخبره الكافيه عنده الشهادات الكافيه ومؤهل انه يعالج اسنانك خصوصا بشيء دقيق مثل الفينيرز. احنا لما نحكي عن الفينيرز انت بتحضر السن تقريبا 0.3 to 0.5 مليمتر وبالتالي بتطلب جدا دقة بالعمل. نعم. فعشان هيك انا دائما برايي انا مش ضد الاعلان يعني هاي وعلى السوشيال ميديا وهاي الاشياء مثلا اللي بس يكون في وعي اكثر لكن يكون في وعي اكثر. نعم. يتاكد المريض قبل ما يروح انه مش بس راح على صور شافها. صح. نعم. يكون راح بناء على خبره وسمعه وشهادات ويعني يكون متاكد يكون حريص. اكيد. نعم. لانه انت لما يعني بالنهايه يعني اسنانك جدا ثمينه. نعم فعلا لما تصير عندك مشاكل الأسنان بتبلش تندم. صح. لكن الأسنان جدا ثمينة وتعويضها يعني مش سهل. بدنا نشكرك دكتور أنس تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات. الله يسعدكم. شكرا جدا. الله يسعدكم ويعطيك العافية. شكرا يعطيك ألف عافية. حكيت شكرا جدا بدل شكرا جزيلا. المهم خلينا نطلع على فاصل صغير بعد الفاصل مكملين معكم يوم جديد خليكم معنا ما تروحوا مكان.